في بداية السنة كنا بنفكر نعمل مشروع تخرج يخدم الناس المقاعدين، فبدأنا نشوف ايه اللي موجود في السوق، ايه اللي موجود في البلد بتقدم لهم ايه، فلقيناهم مقدم لهم كراسي بالكهرباء او كراسي مانوال بيقدروا يحركوها عن طريق الايد، بس دي كراسي ما حدش يقدر ينتقل بيها مسافات كبيرة، ما يقدرش ينتقل بيها من مصر الجديدة لمدينة نصر، مدينة نصر للمعادي، ما يقدرش ينتقل لمسافات كبيرة. ففكرنا احنا نعمل لهم عربية ثلاثية، العربية الثلاثية دي يقدروا ينتقلوا بيها مسافات كبيرة، هما اللي ما يحتاجوش حد يساعدهم ان هما يسوقوها او يقفوا بيها، ولو وقفوا بيها فيها ايمرجنج سيستم يقدر يحركوها مانوال لاي ظرف من الطوارئ، وسرعتها بتصل ل 55 كم في الساعة، دي سرعة كويسة جدا في مصر بالذات. طبعا احنا قلنا له الناس الديسيبل انت لازم الناس دي مش قادرين يتحركوا، المتوفر في اليوم الكرسي بالكهرباء العادي والكرسي المانيوال، فالناس دي وسرعتهم بطيئه في الشارع مش قادرين يتفاعلوا، اذا كان احساس نفسي داخلي مؤثر عليهم او اذا كان مش قادرين يتفاعلوا من المجتمع، انت لازم تعمل لهم حاجه زي دي يقدروا يروحوا بيهم وظايف، يقدروا يروحوا بيهم اي اماكن مشاوير بعيده، فانت حاجه زي دي لما توفرها لهم بسرعه معقوله وكويسه يمشوا في الشارع بيها مع العربيات الملاكي ومع التكاتك وكده، فده شيء كويس بالنسبه لهم، يعني يكسر الحاجز النفسي بتاعهم، وفي نفس الوقت انت دخلتهم في تفاعل مع المجتمع ما بقاش عندهم احساس العجز الداخلي. احنا نعمل له حاجه ليه هو لوحده يقدر يستخدمها وتبقى كامل اتاحته ليها ويقدر يبقى الكنترول بتاعه سهل، بحيث ان كل حاجه تبقى بالايد، وعملنا كمان نظام طوارئ يقدر يحرك منه لو الكهرباء فصلت او البطاريات لا قدر الله حصل فيها اي حاجه، يقدر يركن نفسه لاقرب مكان بحيث يكلم حد بحيث نجيله ونصينها له. طبعا احنا في المرحله الجايه ان شاء الله هنحاول ان احنا نقوم ببعض التعديلات بحيث يكون الاداء افضل، نحاول نعالج الاخطاء اللي قابلتنا قبل كده. بالنسبه للديزاين ده طبعا هيبقى فيه مجموعه من التطورات فيه بحيث يكون مناسب لكل الاشخاص مش بس للشخص المقاعدين، ويستخدم برضه الاغراض الاخرى. معاكم